اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم جديد مشاهدينا الكرام، ولا زلنا مستمرين في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 للمملكه العربيه السعوديه. خلوني الان ارحب بضيوفنا في الاستوديو. معنا اول شيء الاستاذ محمد ال صبيح، مدير جمعيه الثقافه والفنون بجده. حياك الله استاذ محمد. حياك الله طويل العمر. اليوم يوم الوطن، لا يعلو على هذا الصوت صوت. يوم جميل، يوم عظيم، نستشعر فيه امجاد المؤسس طيب الله ثراه الذي أسس ووحد هذا الكيان بدمه بروحه بفكره. ولذلك اليوم الشعب السعودي، يمكن شاهدنا قبل قليل أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح، كان يعني متفاعل في هذا اليوم ويشعر بحب كبير لهذه الأرض المباركة التي وهبت له كل شيء. بلا شك يوم عظيم نحتفل به معكم في إقرأ، وأنتم دائما في جدة منارة للثقافة والفنون. حياك الله. طيب كمان رحب بضيفنا في الاستوديو الشاعر علي بن جايز. حياك الله شاعرنا. الله يسلمك ويبارك فيك ويمسيكم بالخير جميع. الحقيقة وش أقول، يعني التعبير يعجز عن وصف هذا اللحظات الجميلة في هذا الوطن الغالي. يقولون تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وما نحن في هذا الوطن الغالي، فالرياح تجري بما تشتهي سفننا بإذن الله. وفي العيد الوطني 90 حفظ الله لنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي العهد، حقيقة يعني إنجازات ونجاح من بعده نجاح، فهنيئا لنا بهذا الوطن الغالي. حياكم الله معنا، أكيد وسعيدين بتواجدكم معنا، يعني نهنئكم بمناسبة العيد الوطني. أستاذ محمد، حابة يعني أتكلم أكثر عن دور الجمعية والجهات الحكومية، خلينا نقول والخاصة، في الاحتفال بهذا اليوم العظيم. دور كبير ويستوجب ويقضي على جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويمتد إلى دورنا كأفراد في المجتمع أن نحتفي بهذا اليوم، أن نحاول أن نبرز منجزات هذا الوطن العظيم. المنجزات 90 عام من العطاء، 90 عام من المنجزات المستمرة المتلاحقة المتتالية، دائما نحن في صعود من قمة إلى قمة. السعوديين لا يعرفون إلا النجاح، النجاح والنجاح فقط. الدولة بقيادتها الحكيمة خادم الحرمين الشريفين وصانع الرؤية سمو ولي العهد يراهنون على الإنسان السعودي. الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. غازي القصيبي يقول: نفط يقول الناس عن وطني، ما أنصفوا وطني، وطني هو المجد. نعم، الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. ودورنا حنا في جمعية الثقافة والفنون بلا شك دور أساسي ومحوري، لأننا نؤمن أن الثقافة هي القاعدة لنهضة في شتى المجالات، في الاقتصاد، في السياسة، في كل المجالات. الثقافة هي أساس بناء المجتمع. لذلك نعول على المجتمع التفاعل مع أنشطة جمعية الثقافة والفنون، مع أنشطة النادي الأدبي، مع وزارة الثقافة التي أنشئت مؤخرا وكانت فتح كبير جدا. بعد كل هذه السنين أصبح لدينا وزارة تعنى بالثقافة، أصبحت الثقافة أساسية بعد أن كانت هامشية. الآن المثقف السعودي يشعر بفخر واعتزاز. فلا شك دورنا كبير من إعداد برامج تليق بهذا الوطن، برامج لها مخرجات حقيقية، نزرع لكي نحصد ما زرعناه. دورنا يتمثل في فتح الباب على مصراعيه للمواهب، منحهم الفرصة لإبراز ما لديهم من أعمال. بلا شك هذه صور من جامعة عفت، وتعاوننا مع المرأة السعودية والفتاة السعودية اللي أصبحت يعني أساس في صناعة الرؤية وصناعة المستقبل. بحمد الله تحققت المنجزات. الآن الشباب والشابات، المملكة العربية السعودية بلد كله شباب، كله يعني أعمارهم ما شاء الله كلهم يعني صغار في السن، لذلك المستقبل حافل إن شاء الله. هذه بعض الوفود اللي كانت تزور الجمعية وكانت تبدي إعجابها سواء من أمريكا أو من غيرها، كانوا مبهورين من المبدعين السعوديين سواء على المستوى الموسيقى وعلى مستوى التصوير الفوتوغرافي أو حتى على مستوى الفن التشكيلي والمسرح، وقس على ذلك من الصنوف الفنون والأدب. الفنون لها رسالة سامية، وهي الجسر الذي يربطنا بالآخرين، صحيح. لغتها عالمية، لذلك الحرص عليها ودعمها يعزز مكانتنا في المجتمعات. نعم.
أستاذ محمد، جزء من الثقافة هو الشعر، خليني أنتقل لشاعرنا الأستاذ علي. حياك الله أستاذ علي. الله يسلمك. يعني اليوم نتكلم عن ثقافة السعودية، جزء منها أيضا الشعر. نعم. الشعر فيه النبطي فيه الفصيح، فخلينا نسمع شيء كذا يعبر عن حب الوطن. الله يسلمك ويباركك. صحيح كلامك، يعني الشعر هو يعني هو الإعلام الأول لأي يعني أي مجتمع، وفعلا الشاعر الذي يخدم وطنه ويقدم الكلام الجميل لوطنه والجنود وطنه هو الشاعر الذي يعني فعلا نقول عنه إيجابي. فالوطن غالي، ومهما عبرنا ومهما كتبنا من قصائد ومهما سوينا والله ما نوفي حقه. أي والله. لكن ما أدري أن تبون على لحن صوت ولا تبون نظم في البداية؟ يلا المناسب يلا أبشر. أعطيكم صوت على الطرق الجنوبي. أقول يا لا 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 بلغوا سلمان بن عبد العزيز بن سعود وأيضا محمد ولي العهد جعله في الوجود بأن حب المملكة مزروع في وسط القلوب إيهان سعودي وفاخر وأيضا أمي العقالي من تبوك إلى الوديعة عشت يا داري لنا وسلامتك. الله الله يعطيك العافية. يعني حقيقي كل إنسان أنا أقول إن هو بيتغنى بحب الوطن ده، سواء بموهبة برسم بشعر بقصيدة، كل واحد بيعبر على اللي جوته بما يتقنه. خلينا نقول أحسنتي. فخلينا نتكلم شوية عن الأبيات هذه اللي قلت لنا هي. تفضلي. والله شوفي الكلام اللي كتبته الآن ترى قبل أدخل الاستديو كتبته، لأني أنا يعني حقيقة يعني أكثر ما أكتب بمشاعري وما يكن لقلبي، فقلبي دائما سبحان الله ميال لحب الوطن، فدائما سبحان الله خدم الحرمين الشريفين وسمو العهد الأمين ووطننا الغالي يعني يعطونا الخير، ودائما يعني سبحان الله ما أدري شو أقول لك، يعني حتى وأنت ماشي في الشارع كذا عايش بأمن وأمان وفي رغد وفي عيش ما تعيش أي بلد في العالم. فعلا. فأنت يعني لا شعوري لازم أنك أنت يعني عاطفتك والإبداع زي ما تفضلتي سواء أنت رسام أو شاعر وزي كذا بتبدع بالشيء هذا اللي بتعبر به. يعني الرسام بيرسم اللوحة، الشاعر بيكتب الشعر. نعم. فعلا يشهد الله أنا ما كتبت الأبيات هذه اللي قبل أدخل الباب الحين، لكن هي نابعة من قلبي والله، فوطننا يستاهل والله. فعلا. أستاذ محمد، يعني أنتم مؤخرا أنتجتم أغنية وطنية جميلة، فحدثنا عن هذه الأغنية، مين ملحنها، مين اللي مؤديها، والكلمات، يعني حدثنا عن هذه الأغنية وجهودكم فيها. قبل الحديث عن الأغنية ذكرني بيت شهير للأمير عبد الرحمن بن مساعد، كل يحب الأرض لا صارت أمه بس عشقنا لك غير حنا بك نذوب. نعم، عشق هذه الأرض مختلف، هذه الأرض ليست مثل بقية الأراضي أو صحيح. بقية البلدان كانت محتلة ومستعمرة وتوحدت واستقلت، بل بنيت من العدم. صحيح. الملك عبد العزيز ضحى بكل يعني بالغالي والنفيس من أجل توحيد هذه البلد، لذلك حبنا لها مختلف، جبلة مثل ما يقولون يعني. فالمشاعر مثل ما قال شاعرنا تطلع من القلب، ما تحتاج إلا أن التجهيز لها. صحيح. أو الإعداد لها. صحيح. بالنسبة للعمل الوطني كذلك كتبه الشاعر صالح الداغش، وهو شاعر قدير من الشعراء البارزين، كتب هذا العمل و عمل على تلحين الموسيقار الكبير طلال باغر، وطلال باغر غني عن التعريف ما شاء الله كوكب معروف. نعم. والميزة في الموضوع أنه تغنى به الفنان الجميل عبد الهادي حسين، صوت من الأصوات الجميلة والفنانين المعروفين، والعمل يعني يمثل حبنا لصانع الروية. هو يحمل اسم روية وصانع الروية سمو ولي العهد، وهذا العمل يهدى لسمو ولي العهد حبا منا، ويمثل الشاعر هو لسان المجتمع وهو الذي يعبر عن الوجدان وعن العاطفة. راح أكيد أستعد من حضرتك، المشاهدين متحمسين يشوفوا بعض التفاصيل. المشاهدين خلينا نشوف لقطات من الأغنية ونرجع لكم. ويضيء صفحاته بسيرة جنة
يغزى على الظلم والجور، يا طيب يكسي التواضع مهابة، أحلامه العظمى في البال طابور، تنزل إلى الواقع بسرور حاضر، يا جاير يكسى على الظلم والجور، يا طيب يكسي التواضع مهابة، يا طيب يكسي التواضع مهابة. خلى الوطن رؤيا وسيرة ودستور، ورشة عمل صاغت ملاحم شبابه، يا محمد ونبني من طموحه قصور، ونشيد الديرة بعزم وصلابة. خلى الوطن رؤيا وسيرة ودستور، ورشة عمل صاغت ملاحم شبابه، يا محمد ونبني من طموحه قصور، ونشيد الديرة بعزم وصلابة، ونشيد الديرة بعزم وصلابة. يندابها التاريخ فرح ومسرور، ويضيء صفحاته بسيرة جنابة. مدرسة سلمان ثابر ومشكور، واستلهم الحكمة بداية شبابه، لو كيد عدوان حيايا ودجور، ما قدت الفتنة من أطراف ثيابه. في مدرسة سلمان ثابر ومشكور، واستلهم الحكمة بداية شبابه، لو كيد عدوان حيايا ودجور، ما قدت الفتنة من أطراف ثيابه، ما قدت الفتنة من أطراف ثيابه. يندابها التاريخ فرح ومسرور، يضيء صفحاته بسيرة جنابه. أهلا وسهلا فيكم، عدنا من جديد معكم مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في احتفال باليوم الوطني السعودي 90 للمملكة العربية السعودية، ولازلنا مستمرين في الحديث مع ضيوفنا الكرام. رحب من جديد بالأستاذ محمد الأصبيح، مدير جمعية ثقافة الفنون بجدة. أستاذ محمد، أقمتم أو يعني في فعاليات خاصة بمهرجان وطن الثقافة، ودنا نتعرف عليها ونعرف إيش الفعاليات اللي بتقام في هذا المهرجان. وطن الثقافة، وطن الحضارة والإبداع والتميز، مهرجان يقام بالشراكة مع نادي جدة الأدبي، وتحية شكر عبر منبركم للبروف عبد الله السلمي رئيس النادي الأدبي على هذه الشراكة الفاعلة للعام الثالث، واحتفالات اليوم الوطني تقام بالشراكة ما بين جمعية الثقافة والفنون ونادي جدة الأدبي، وهذا التكامل بلا شك يصب في عملية البناء الثقافي. مهرجان وطن الثقافة مهرجان ضخم جدا، يشمل كل مجالات الفنون والثقافة التي نمارسها في الجمعية والنادي. لدينا أمسيات شعرية فصحى وعام يشارك فيها عدد كبير من الشعراء الكبار، لدينا ندوة عن الانتماء ويشارك فيها بعض المختصين، كذلك لدينا أعمال موسيقية أوبريتات متنوعة، أوبريت يقدمها الفنان أصيل أبو بكر، وأوبريت يقدمه نجوم الفن في الجمعية، كذلك لدينا معرض التسعين الفوتوغرافي ويضم 90 صورة فوتوغرافية تمثل المنجزات الحضارية والتراث والثقافة في المملكة. مثل ما قالت الأستاذة قبل شوي أن الصورة تعبر عن جمال ما في المملكة العربية السعودية من الإبداع، الصورة تحمل رسالة كبيرة، لذلك الفوتوغرافيين مهم أن يجدوا الدعم الكافي لأنهم من عوامل الجذب بلا شك.
المهرجان متنوع، في عروض الفلكلور الشعبي بلا شك، في العرض السعودية، وإن شاء الله خلال الثلاث أيام هذه تستمر الفعاليات من خلال زيارة المعرض في الجمعية ومن خلال البرامج التي تقام عبر منصة زوم وعبر اليوتيوب يتم نشرها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني حقيقة الكلام لا يمل، لسه راجعين معاكم وحابين نسمع قصيدة أخيرة معنا. طيب نسمع أنا متحمسة صراحة أبغى أسمع القصيدة، بس قبل ما نسمعها أنتم ما تقهوتوا نعتذر منكم. طيب حنروح الآن لاتصال عبر السكايب، عن نستأذنكم حتكونوا معنا، بس ناخذ الاتصال عبر السكايب معنا الأستاذ محمد الطالب عبادات، وزير الإسكان الأردني السابق. أهلا وسهلا معك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك يا أختي الكريمة، مساء الخير لك والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. مساء النور وسعيدين أكيد بانضمامك لنا. خلينا نقول فرحة عارمة ومشاعر مرة كثيرة الناس بتحاول تعبر عنها، خلينا نقول كيف الشعب الأردني بيعبر عن هذه الفرحة وخصوصا حضرتك؟ شكرا أختي الكريمة، حقيقة اسمحي لي أن أهنئ من القلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يعني ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة، مناسبة العيد الوطني 90 للشقيقة المملكة العربية السعودية. وأرجو مخلصا بدعاء يعني أن يحفظ المملكة الشقيقة ويتطل أن تطلع بمزيد من التقدم والازدهار. العلاقات الأردنية الحمد لله والسعودية متوازنة دائما ومضطردة يعني بين الدولتين رسميا وشعبيا، اللي أرسى قواعدها حقيقة القيادتين الشقيقتين، القيادة الهاشمية وقيادة آل سعود، والتي يعني توجه جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمير حسين، وأيضا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. طبعا يعني نحن كأردنيين يعني إجابة على سؤالك، نجد في مناسبة العيد الوطني السعودي مناسبة غالية على الأردن، المناسبة رسميا وشعبيا. الأردنيون كافة يشاركون أشقائهم دوما بهذه المناسبة الغالية، ونحتفل دائما في سفارة المملكة العربية السعودية ونزورهم طبعا جركا على غير العادة في جائحة كورونا، واللي يعني وفق علاقات طبعا أخوية متنامية ومتجذرة، وأساسها الاحترام المتبادل والتعاون المشتركين طبعا الرسمي والشعبي. بالنسبة لنا كأردنيين اليوم الوطني السعودي مسيرة يعني أساسها التطور والنماء والتقدم واضطراد العلاقات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية طبعا على مستوى الأشقاء والأصدقاء، فهي يعني بعتبرها شخصية مسيرة عطاء ورخاء للعالمين العربي والإسلامي بأمانة، ليس فقط للعالم العربي فقط وبل الإسلامي على السواء للعالم. اليوم الوطني السعودي أيضا في رسالة سلام واطمئنان للعالم وضيوف الرحمن، يعني لما نزور بيت الله العتيق واللي يعني فعلا دائما المملكة العربية السعودية تقدم للحجيج والمعتمرين الكثير الكثير. اليوم الوطني نجاح الدبلوماسية السعودية في طبعا أيضا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأيضا يعني برى بأنه يعني احتضان الشقيقة السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي يعني مؤشر لدفاعها عن الإسلام والمسلمين والوقوف لجانب الحق العربي والإسلامي حقيقة. سيد محمد سعيدين جدا بالتواصل معك، ويعني خلينا نقول مشاعر كانت جميلة وتهنئة، يعطيك ألف يعني عافية. اسمحي لي بس أرفع لكم كدولة وشعب يعني أخواننا في المملكة العربية السعودية أسمى آيات التبريك والتهاني بهذه المناسبة، ونرجو الله مخلصين دائما يعني أن تكون السعودية بخير وعلى ما يرام، لأنه يعني بلد شقيق وتربطنا بكم في المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا شعبا وقيادة، يعني علاقات دائما إن شاء الله طيبة وتنمو إلى الأمام وتضطرب بحول الله تعالى بإذن الله. شكرا لك سيد محمد. شكرا. طالب عبادات وزير الإسكان الأردني السابق كان معنا في تهنئة من الأردن الشقيقة، يعني
حقيقة المشاعر جدا جميلة زي ما قلت سعيد، يعني صحيح. هي ما هي مقتصرة بس على المواطنين، على المقيمين، بشوف الكل سعيد بهذا اليوم، الكل بيحتفل معنا، فيعني شعور جدا رائع. وكمان أكيد مشرفيننا في الاستوديو ضيوفنا الكرام اللي لسه ما ضيفتهم قهوة للحين، نعطيهم قهوة سعيد أكيد حيكم. طيب خلينا كده نرجع لك أستاذ علي، إحنا بنتكلم عن الشعر والشعراء خلينا نقول اللي بيتغنوا بحب هذا الوطن، ما أعرف إذا في إمكانية حابين نسمع من حضرتك قصيدة. الحقيقة أن الوطن غالي، وزي ما أسلفت يعني الكلام على الوطن مهما تكلمنا ومهما سوينا من القصائد ما بنوفي حقه، لكن حقيقة يعني أنا أشوف الوطن أمامي مثل القصر المنيف اللي ملأه اللؤلؤ والمرجان، فما تدري يعني أنت توصف باللي تقدر فيه بس تعجز صراحة الكلمات في وصفه. أكيد طبعا. لكن أقول يا الله يا رب العباد المصلين الواحد اللي فيه حماه اتكلنا، تحفظ لنا اللي رافعنا راية الدين سلمان، هو عز الوطن هو فخرنا، رمز العروبة خادم للحرمين، قائد مسيرتنا محقق أملنا، أولي عهده جعل يبقى لنا سنين، محمد اللي بعد ربي سندنا، حنا علم راه سامعينا وملبي، يأمر ويبشر للأوامر سمعنا، صف يجي واحد ولا هو بصفين، لملوكنا نعشق ونعشق وطننا، نحميه ما دمنا على الأرض حيين، ونوصي عليها أولادنا لا رحلنا. وسلامتكم. صح لسانك الشاعر علي بن جايز، أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في هذه الاحتفالية. لنا الشرف، الله يبارك فيكم. شكرا لك. شكرا لك كمان أستاذ محمد بن إبراهيم الصباح على وجودك معنا وعلى مشاركتكم في هذه المناسبة الأكثر من رائعة، يعطيكم ألف عافية. الشكر لكم لهالاستوديو اللي تعودنا عليه كل عام ولنا معكم موعد، وبلا شك سمعنا وزير الإسكان الأردني السابق ومشاعر تجاه المملكة، وشاهدنا الأخوان في الإمارات، وبلا شك العالم كله يعني يكن المملكة كل الاحترام وكل التقدير، فهي بلد السلام، والعالم كله يدرك حجم المملكة ودورها المحوري في أساس السلام في العالم.